اهلا بيك يا فارس مره اهلا تانية. بيك يا اسامه. وواضح انك زعلان من احمد رزق. ولكن بعيدا عن احمد رزق، اسهل حاجه يا اسامه في الدنيا دي ان انت تكون بطل من ورق، ان انت تتعب وان انت تجتهد وان انت تكون بطل بشهاده الجميع. لما تدخل وتلاقي في حاجه اسمها العلامه التجاريه والمسمى التجاري، تدخل تلاقي النادي الاهلي وصفه بين الجميع وصف حقيقي. ولكن اسهل حاجه اي حد في الدنيا ممكن يكون اي حاجه في اللحظة اللي يقرر فيها إن حقيقته تكون مجرد أوهام. النادي الأهلي مش نادي أوهام، النادي الأهلي نادي حقائق من 1907، والنادي الأهلي لا يعرف سوى الحقيقة. النادي الأهلي حط قصاده فكرة النجاح وفكرة احترام الآخر باحترامه لنفسه. احترامه لنفسه إزاي؟ إن تاريخه يكون مبني على حقائق وصفحات من صفحات التاريخ، مش يفط وهمية واحتفالات وهمية، ويظل للنادي الأهلي واقعه وحقيقته، ويظل للبعض أوهامهم ويفطهم. النادي الأهلي العم صابر ولا ابن نسف.